السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا درس كمان، تقريبا هو آخر درس هيبقى في المنهج في التريج، Angles of Elevation and Angles of Depression. خلاصة الدرس Angle of Elevation، من اسمها Elevation زي كلمة Elevator اللي هو المصعد اللي هو الأسانسير يعني. Elevation لما حضرتك بترفع عينك لفوق وتبص على حاجة عالية دي اسمها Angle of Elevation، و Angle of Depression تمام دي معناها انجل وانت بتبص تحت. فلو بصينا هنا انجلز اوف اليفيجن، الاول لو انا واقف هنا دي بيسموها اي اوف اوبزرفر، عين اللي بيرصد. لو في الطبيعي ان البني ادم بيبص هوريزونتال راي كده، ده مستوى النظر العادي. فلو رفع عينه لفوق، لو رفع عينه لفوق ده بيسموه راي جوينينج بتوين البادي اللي انا ببص عليه اند ذا اي اوف اوبزرفر، كأن البوينت سي دي حد انا ببص عليه تمام. يعني ممكن نقول دي، استغفر الله العظيم يا رب، بنت الجيران. فلو قلنا ان دي بنت الجيران وانت واقف هنا على الارض، فانت بتبص عليها فوق كده فوق السطوح تمام، بس خد بالك عشان ما حدش يجي يضربك. دي بنسميها الانجل اوف اليفيجن، هي دي الانجل اللي انا بتكلم عليها، هي الانجل بتوين الهوريزونتال راي اللي هو المستوى النظر العادي الافقي مع الراي جويننج الاي اوف اوبزرفر مع البادي اللي انا ببص عليه. طيب دي اسمها انجل اوف اليفيجن. تاني حاجة انجل اوف ديبريشن، دي لما تكون انت بقى اللي فوق وبتبص على حاجة تحت، انت واقف في البلكونة كده في وقت الحظر ولمحت حد في الشارع مثلا بيتحرك تمام، فمعناها ان مستوى نظرك انخفض لتحت كده، دي بيسموها انجل اوف ديبريشن. طيب يا ترى يا مستر في فرق بينهم؟ الحقيقة في الحل مفيش فرق بينهم. يعني لو بصينا كده، انت لو انت واقف هنا دي اسمها انجل اوف اليفيجن، ولو حد فوق بيبص عليك فبيبقى الانجل اللي عاملها دي اسمها انجل اوف ديبريشن تمام. نبتدي نشوف ايه المسائل اللي هنتعامل بيها في السؤال دوت. بس مجرد بيقول لك اكتب لنا كده، وده عملته في الفيديو اللي قبل كده، اكتب بيرز اوف ايكوال انجلز. ايكوال انجلز يعني انجلز ليهم نفس الميجر. درسنا حرف الزد الالترنيت انجل، الترنيت انجلز بيتكونوا من البارالل، فطبعا الهوريزونتال لاينز دول دايما بيبقوا بارالل، يعني اللاين ده الازرق مع اللاين الاصفر مع اللاين الازرق تاني كلهم بارالل لبعض، فيبقى انجل سيتا اللي هي الرمز اللي فوق دوت ايكوالز الانجل الفا اللي هو الرمز دوت. طيب والانجل اللي هنا اللي تحت ديت ايكوال الانجل اللي هي اللي انا مش شايف هي دي، بس يعني شبه الواي كده تمام، هي دي بيسموها جاما تمام، ولا ايا كان. المهم ان دول بيرز اوف انجلز، ونقول ان ده مش درس. الدرس بقى نبتدي من هنا، يبتدي السؤال يقول لك ايه. From the top of a tower 60 meters high، لازم تركز الجيفن اللي بيديهولك في السؤال ده عبارة عن ايه. دايما في الاسئلة اللي زي دي لما بيكلمك عن تاور تمام، هيكون معرفني حاجة من اتنين تمام، يا اما الهايت او الالتيتيود بتاع التاور دوت زي في السؤال دوت، ودي اعرفها من كلمة هاي 60 meters high، يبقى ده 60 meters high ده الالتيتيود او ده بنسميه الهايت اوف ذا تاور. طيب وبيقول لك the angle of depression of a body، يعني واحد كان واقف فوق هنا عند الـ A وبص على حاجة depression اللي بص تحت، located in a horizontal level which passes through the base of the tower equals، يعني في جسم هنا موجود على الهوريزونتال ليفل تمام، passes through the base of the tower، كانت الانجل بتاعته 28 degrees and 36 اللي هي المفروض الانجل دي تمام، او هي الانجل دي. هي طبعا كشرح انجل اوف ديبريشن المفروض مكانها فوق، بس من اللي اتعلمناه من البارال ان انا بجيبها تحت هنا عشان تبقى جوه رايت ترانجل، ودي ميزه الاكزامبل الاول اللي هو بيعرفني ازاي ان البير اوف انجلز دول لازم يبقى ايكوال ان ميجر. فالخلاصه يا شباب ان لما يجي لي سؤال انجل اوف ديبريشن او انجل اوف اليفيجن، كل اللي انا بعمله بحطهم جوه الرايت ترانجل زي كده. طيب واظن كده هنرجع للدرس اللي قبليه، بيقول لي فايند هاو فار، ودي لو انت اتلخبطت فوق هاو فار الديستانس واز ذا بودي فروم ذا بيس، يعني ادي البودي وادي البيس، عايزين نعرف الديستانس اللي بينهم. فطبيعي ان النمبر اللي مدوني ده الهايت، وانا عايز اعرف الديستانس ديت. افتكر الدرس اللي فات اللي اتفرج على الفيديو اللي اتشرح له الدرس دوت،
هيلاقي ان انا بالنسبه لي معايا جيفن انجل هنا اكيوت في الرايت ترانجل، الجيفن الثاني هو سايد، والسايد ده ريبريزنت اوبوزيت للانجل الجيفن، والريكوايرد سايد اللي هو ادجيسنت. اسال نفسك السؤال الطبيعي، ايه علاقه الجيفن بالريكوايرد؟ والله الجيفن يا شباب اوبوزيت والريكوايرد ادجيسنت، وبيربطهم ببعض الريشيو اللي هي تان، فبقول تان الانجل الاوبوزيت فوق الادجيسنت تحت، الاوبوزيت بتاعنا اي بي والادجيسنت بي سي. طيب نعمل سبستيتيوت، الانجل عندي انجل سي، احط الميجر بتاعها 28 degrees و 36 minutes. طيب والاوبوزيت اي بي 60 والادجيسنت اللي هو بي سي اسيبه زي ما هو. طيب وبعدين قلنا في خطوه واحده لو المجهول موجود في الدينومينيتور بدل مع اللي على الليفت سايد، يعني بدل نقول ان البي سي ايكوالز 60 اوفر 10، 28 دوس ديجري، 36 دوس كمان واحده ديجري، واقفل البراكت، تطلع الاجابه بالشكل دوت. طبعا انا بتكلم عن سايد، فالسايد طبيعي ما حدش يدوس كوما. السايد هنا بيقول لي ابروكسيميت تو نيرست ميتر، تو نيرست ميترز هنا معناها ان انا مش عايز اي ديسمال، فاخر رقم يتكتب اللي قبل البوينت دوت اللي هو الفايف، ويبقى كل اللي على اليمين ده يتشطب. وبما ان النمبر دوت ويك او بنقول عليه ان هو ممكن نسميه ضعيف يعني، او نمبر سمول سمولر ذان 5، يبقى هنكنسله ويبقى الاجابه 125 متر. ودي اول فكره عندنا. طيب نفس السؤال، وزي ما تعودنا وقف الفيديو وحاول تطبق الكلام دوت، حسيت انت لسه مش فاهم ممكن تعيد الجزء ده تاني. طيب هنا بيقول لي a person observed the top of a hill، يعني في واحد واقف على الارض وبيبص على سطوح عماره فوق او جبل، a top of a hill 2.57 كيلومتر from the point on the ground، يعني هو على مسافه 2.57 كيلومتر from the point of the ground، يعني الديستانس بينه وبين البيس بتاعت الهيل ديت 2.56 كيلومتر. He found its depression angle was ده هو بيبص على انجل تحت على حاجه تحت، بس مش هتفرق في الحل، انت كده بترسم الرايت ترانجل، was 63 degrees. Find the distance between the top and the observer. السؤال دوت the distance between the top and the observer. اوكي يا ريت تحاول ترسم رايت ترانجل، والمره دي ركز، هو عايز الديستانس between the top اللي هي قمه الهيل تمام and the observer تمام. ونشوف اكزامبل تاني، بيقول لي a light pole اللي هي عمود الاناره دوت تمام of height 7.2، يعني ده الهايت ارتفاع بتاع 7.2 meters gives a shade الخيال بتاعها 4.8 a shade on the ground of length 4.8 meters. Find in radian the measure of the elevation angle of the sun at that moment. يعني عايزين نعرف الانجل ثيتا ديت بس بالراديان، انت حل عادي تمام، ونجيب الحل بتاعنا بالراديان في اخر السؤال. طيب تعال نشوف كده، والله احنا بنرسم الرايت ترانجل تمام، بنقول ان الجيفن عندنا تو سايدز، التو سايدز دول نسميهم، هنلاقي ان الاي بي هو الاوبوزيت والبي سي هو الادجيسنت، واللي بيربط اوبوزيت بادجيسنت هي التان، فبقول تان انجل سي ايكوالز اوبوزيت فوق اي بي ادجيسنت تحت بي سي. طيب اعمل سبستيتيوت، هنلاقي ان الثيتا انا مع يعني تان الانجل سي يعني تان ثيتا، والاوبوزيت 7.2 والادجيسنت 4.8 equals 1.5. ايه اللي 1.5؟ انا مش عايزها دي، بس دي حسبه ال 7.2 over 4.8، نوع من ان انا اسهل على نفسي بس. طب يا مستر الثيتا بتيجي ازاي؟ شرحناها في الدرس اللي قبليه، وقلنا لو عايز تشيل التان بتعمل الانفرس فانكشن بتاعتها، يعني بتدوس شيفت تان وتكتب للكالكوليتر يا اما الفراكشن دوت يا اما 1.5. يعني بالراحه كده انا هدوس شيفت تان، ولو انا دي كانت اخر حاجه انا حاسبها هدوس انسر واقفل وادوس كوما في الاخر، هيطلع لي الثيتا بس بالايه؟
بالديجريز والمينتس والسكندز. طب يا مستر ده احنا عايزينها بالراديان، افتكر ان كنا الانجل اللي بالديجري بنحولها بالراديان بنعملها ملتبلاي باي اوفر 180، والباي ديت احسب بتاعه الكالكوليتر اللي هي 3.14 او اللي هي بتاعه الكالكوليتر موجوده عندنا على زرار تحت تمام الصف الاخير، ونكتب الانجل زي ما هي طالعه، هكتبها بس تايمز باي اوفر 180 واللي يطلع اوعى تدوس كوما. انا هنا ده بالراديان والراديان ما فيهوش كوما، الراديان بيطلع كده زي ما هو بالديسمل كده جميل. يبقى هي دي اجابه السؤال بتاعي. طيب نشوف اللي بعد كده، عندنا ملحوظات ودي بيقول لك ان انت ممكن بيقول لك it is possible to use calculator to find theta in radian directly without finding it in degree. دي اتكلمنا عنها برضو في الفيديو الاولاني، ان لو حولت الكالكوليتر بتاعتك للراديان سيستم اللي هي راد تمام، ودي الطريقه بنقول بندوس شيفت مود وبعدين أربعة، هي بتتحول لراد لوحدها وبتدخل البيانات بتاعتك عادي جدا. دي طبعا 1.5 طبعا هي مكتوبه تقريبا عندكم كده من اليمين للشمال، لا مش عارف، هو المفروض شيفت تان يعني شيفت تان وبعدين 1.5 تمام. وبنقول ريكول اوتبوتس، يعني الاجابات اللي هتطلع تبقى بالراديان. فانا دي قلنا عليها بس في الملحوظه دي، طبعا دي جميله وسهله الناس الشطار، بس بعد ما تخلص يبقى رجع الكالكوليتر بتاعتك للنظام الديجري العادي بتاعه. طيب ده سؤال تاني، وقف الفيديو وحاول تحله. ونشوف الاكزامبل اللي عليه الدور، دي فكره تانية كنا شرحناها برضو في الفيديو مش اللي قبل دوت، الفيديو اللي قلنا كان من كتاب تاني، بيقول لي from the top of a rock من قمه صخره 50 meters high، يبقى ارتفاع الصخره دي 50 متر. A person observed two ships. في الاسئله اللي بيقول لي ان في observer وبيعمل observation لتو bodies او تو ships تو اي حاجه يعني تمام، هو واقف فوق هنا فوق الصخره ويبص على حاجتين في نفس الوقت تمام. On the sea on one ray from the base of the rock، يعني هما الاثنين على مستوى واحد من البيس بتاعت، او هما في البحر على مستوى واحد من البيس بتاعت الروك اللي هو فوقيها. He measured their elevations angles، خد بالك هي بالنسبه له depression ولكن بالنسبه لهم هما الاثنين elevations فمش فارق الاسم، قلت لكم في الحل مش هتفرق. And found it to be 38 degrees و 55 degrees. طب يا مستر انا هحل دي، طبعا السؤال بيقول find the distance between the two ships، يعني لو افترضنا دي رسمه كروكي للموقف، دي الصخره واللي بيبص واقف فوقيها هنا، المركب الاولى والمركب الثانيه او الاولى والثانيه تمام، مش فارقه معايا مين الاولى ومين الثانيه، وهعرفكم دلوقتي هنحط الارقام ازاي. والقصه كالاتي، ان انا بحط الانجل الصغيره بعيده والانجل الميجر الكبير قريبه تمام. والسؤال عايز يعرف اللينث بتاع دي سي، يحط اي حروف بس نسمي بيها، الري ده ملوش لازمه بس عشان اعرفك الانجلز اوف ديبريشن، هي الانجل اوف اليفيجن بس للبادي اللي انا بعمل له اوبزرفيشن تمام. كل اللي بيحصل انا عايز اعرف دي سي بكام. طيب اخواننا بتوع ثانيه ثانوي يقدروا يحلوا السؤال دوت بطريقتهم، لان احنا في ثانيه ثانوي هنتعلم ان انا اقدر احل اي تراينجل مش فارقه معايا هو رايت ولا لا، ولكن انا هنا في اولى ثانوي انا اقدر احل ازاي؟ في اولى ثانوي انا مجبر ان انا احل جوه رايت تراينجل. طب اعمل ايه يا مستر؟ اول حاجه ابدا بالتراينجل الرايت اللي هو اي بي سي. طب اشمعنى دوت؟ هتلاقي عندي في التراينجل دوت انا عندي انجل من الاكيوت انجل اللي هي 55، وعندي سايد بالنسبه لها اللي هو الاوبوزيت. انا اقدر استغل اللي انا اتعلمته في الدرس اللي فات تمام، او اللي هو الطبيعي اللي انا هتعلمه النهارده، اللي هو اقدر اجيب السايد اللي هو الادجيسنت، يعني انا معايا الاوبوزيت اقدر اجيب الادجيسنت تمام، اوبوزيت واجيب الادجيسنت. طيب كده انا هجيب مين يعني يا مستر؟ هجيب من الترانجل دوت بي سي. طب وبعدين فين الترانجل التاني؟ دور معايا كده على رايت ترانجل تاني، هتلاقي الترانجل اي بي دي، وكان ممكن ابدا بيه مفيش مشكله، ده ماله ده؟ ده رايت ترانجل وفي نفس الظروف، عندي انجل
والاوبوزيت هو اللي هو الهايت اوف ذا روك 50 متر، واقدر اجيب منه الادجيسنت اللي هو بي دي. كل دوت ده اسمه الادجيسنت، كل ده اسمه الادجيسنت. يعني تخيلوا ان الاي سي ده مش موجود اصلا معايا. رايت ترانجل، رايت انجل ترانجل اي بي دي، معانا انجل اكيوت اللي هي 38 ديجريز، معايا السايد الاوبوزيت، اقدر اجيب الادجيسنت. طيب تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه الاول، وبعدين نشوف احنا اللي جمعناه ده هنفيدنا بيه. بنقول في الترانجل اي بي دي الكبير تاني الانجل 38 اللي هي الانجل ديت ايكوالز الاوبوزيت اللي هو 50 اوفر الادجيسنت اللي هو ما عرفوش بي دي. اروح كاتب كده، وبما انه في الدينومينيتور تحت، بصوا ابتدى الكتاب يعملها دايركت بقى على اساس احنا فهمناها، يبقى بنبدل بس التان 38 تنزل تحت والبي دي تطلع فوق، يبقى بي دي ايكوال 50 اوفر تان 38 ديجريز. يبقى اقفل البراكت، تطلع الاجابه تقريبا 64 مترز. طيب نعيد نفس الكلام بس في الترانجل الصغير اي بي سي، ونقول ان التان 55 ديجريز ايكوالز 50 اوفر بي سي، ويبقى هنبدل برضو بي سي ايكوالز 50 اوفر تان 55 ديجريز، وتطلع 35 ديجريز. طب انا كده معايا ايه؟ انا معايا البي دي كلها ومعايا البي سي. طيب اعملهم ايه؟ اعملهم ماينس لبعض، يعني سبتراكت، اعملهم ماينس كده، هعرف الديستنس بين التو شيبس او التو بوديز اللي انا بعمل لهم اوبزرفيشن. هيطلع الاجابه عندي بي دي ماينس بي سي ايكوالز 29 مترز ابروكسيميت. طيب نفس الفكره، طبق امان اوبزرفد ذات ذا اليفيشن انجل اوف ا فيكسد بالون از 30 ديجريز when he walks، يعني كان المان هو اللي واقف هنا يا شباب وده البالون ثابت، لقى ان هي 30. قال لي when he walked horizontally toward the balloon، يعني قرب من البالون 1000 متر، يعني هنا 1000 دي الديستانس، تمام، لقى ان الميجر اكيد كبرت لانه قرب بقت 45 degrees. السؤال بيقول find the height of the balloon. السؤال هيبقى مديني الانجل ديت ومعايا اتنين انجلز اهو، تمام، وعايزين نعرف the height of the balloon، يعني عايزين نعرف كأن اي بي. طيب اللي مدوني تاني بيقول لي هو مشي 1000 متر، تمام، يعني المسافة هنا اللي مشيها 1000 متر، يعني هو سؤال حلو شوية، تمام، ممكن ابقى اشرحه لكم يعني في وقت تاني، بس نحاول نجربه، تمام، ونحاول نشوف هنحله مع بعض ازاي. هو تطبيق على الكلام دوت، انا بس عشان مش هعرف اخرج من الكتاب حالا، ولكن ممكن نعمله في فيديو تاني لو ما حدش عارف يوصل له. بس الفكره هي نفس الرسمه ديت، معانا تو انجلز، معانا الديستنس ديت، تمام. نشوف بقى، ممكن نسمي نادي اكس كده ونلعب بقى الالعاب الحلوه بتاعتنا الناس الشاطره، نسمي دي اكس كده، تمام، والهايت دوت اللي هو واي، ونحاول نجيب شغلنا على الرايت ترانجل فقط، محدش يشتغل على حاجه غير الرايت ترانجل. بتوع تاني سنه طبعا يقدروا يحلوها بطريقه ثانيه. طيب وهنا نفس الفكره، او يعني تشيك يور اندرستاندينج، دي تطبيق على كل حاجه، سكرين شوت اكسرسايز. لو حد يكتب لي حتى في الكومنتس ايه المسائل اللي احنا عايزين نعملها في فيديو جديد، لو عايزين نحل على الدرس اللي هو angles of elevation and depression. اوكي، goodbye، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد.